السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشتركين والمتابعين القناة نتاع السي مظاهر، وشكم بروكة بالصحة والعافية، وباش ما تمنيتو إن شاء الله على العيد الكبير يدخلوا عليكم بالله بالرزق والتيسير، وباش ما تمنيتو يا رب إن شاء الله كل شيء إن شاء الله غير يضحي، واللي ما عندوش غير رزق الله مناش غير يسخر له واحد الشخص اللي غير يتعاون معاه. نتمنوا من الله أنه المغاربة يتعاونوا بيناتهم، اللي عنده يعاون اللي ما عندوش، وكل شيء يضيح ويدخلوا الفرحة والسرور على جميع العائلات المغربية. إخوان، اليوم الفيديو ديال اليوم خاش عم واحد يقول لي غبرتي ما غبرتي، ويغبرنا شي شوية، كانوا شي التزامات، كانوا شي مسائل خدامين عليهم إن شاء الله. الله يوفق، الله يرزقنا النتيجة الإيجابية كي كنقولوا. اليوم الإخوان هذا الفيديو درنا خصيصا باش نهنئوا فريق الوداد البيضاوي بالفوز ديالو بالبطولة المغربية، لأنه إنجاز يستحق بالفعل التشجيع ويستحق التنويه، لأنه فريق كبير. أنا أولا بعدا أنا راه كوكابي، ولكن كنتفرج في الوداد وكنتفرج في الرجاء، كانت لعبة الوداد كنشجع الوداد، في المناسبات القارية كانت لعبة الرجاء كنشجع الرجاء. أنا جراد وبو حمرون بجوجهم، باش ماشي صحابي الرجاويين يتخاصموا معايا ولا شي حاجة، بالعكس أنا عجز عليا الرجاء وعجز عليا الوداد، ولكن أنا كوكابي. واخا الإخوان كيعرفوا المستوى اللي وصل ليه فريق كوكب مراكشي، اللي الصراحة ما رضيناش، كي قال أحمد البيجا مسكين الله يذكره بخير البارح في واحد اللقاء صحفي، قال لك أنا ما غاديش نسافر في الصيف هذا العام أو العام أو الموسم القادم، قال لك حتى طلع الكوكب. وبالفعل أنه ولينا إلا مشينا لشي مدينة ولينا كنتعايرو، ماشي كنتعايرو ولكن كيشدو فينا الناس، كيقول لكم أودي كنا كنلعبو في الدوزيام سيري، دابا ولينا في الهوات، هادشي علاش. ولكن ما شاء الله ما شاء الله المشاكل كيعرفها الشارع المراكشي، والخبايا نتاع فريق كوكب مراكشي كيعرفها الشارع المراكشي، الله يدير تاويل ديال الخير. حنا الموضوع ديالنا هو نهنئو فريق الوداد البيضاوي بالفوز ديالو بالبطولة الوطنية الاحترافية لموسم 2022، وكذلك الفوز ديالو بعصبة الأبطال. صراحة فريق يستحق الألقاب، علاش؟ لأنه عنده مكتب مسير كيشتغل بطريقة احترافية، جايب برنامج، جايب مشروع نجح فيه هالنتائج ديالو. راه الفريق بحال شي تلميذ مقبل على الاجتياز نتاع شي اختبار، حفظتي كتنجح، ما حفظتيش كتفشل. هكاك المسيرين اللي كيجيبوا مشروع وكيقدموه وكيلقاو الدعم سواء من طرف السلطات المعنيه او المجالس المنتخبه او المستشهرين، المشروع ديالك كيتيقوا فيه، المشروع اللي كتجيب كيتيقوا فيه. هكذا فريق الوداد البيضاوي نجح، الرئيس ديالو السي النصيري تبارك الله عليه اشتغل صبر، انه جا واحد الفتره كانوا فيها صراعات، كانوا فيها تطاحنات داخل الفريق، ولكن جاب مشروع امنوا به المنخرطين، امن به الجمهور، صبر معاه، وهالنتائج هما كلشي. ربحوا فريق، ربحوا مدرب، ربحوا شباب، ربحوا مكتب، حاليا كلشي كيهضر على فريق الوداد البيضاوي. انا ما كنقللش من فريق الرجاء، فريق الرجاء البيضاوي فريق كبير، فريق عالمي، ما كنقصوش من القيمه ديالو، ولكن كنقولوا حنايا المكتب ملي كيجيب برنامج وبرنامج او كيجيب مشروع ومشروع دار ليه دراسه، ضروري من طبيعه الحال كيعطي الاكل ديالو. وحنا كنشوفوا فريق الوداد البيضاوي كيجني الثمار نتاع المشروع ديالو، وبالدرجه الاولى انه كيتيق في الاطار الوطني. احنا ولينا كنرجعوا على الكلام اللي كان كيقول الجمهور والشارع المغربي، اننا خصنا نتيقوا
في الإطار المغربي. الإطار المغربي كنشوفوه كيحقق نتائج كبيرة. احنا كنشوفوه الفريق الوطني لكرة القدم داخل القاعة، هو تبارك الله فاز أول أمس بالبطولة العربية في الجزائر بقيادة إطار وطني سيدكي، حقق نتائج كبيرة كيشهد بها العالم. هنا كيبين بأنه الإطار الوطني راه عنده اللمسة ديالو، عنده اللمسة ديالو، خصنا ينتقوا فيه ونضعوا فيه الثقة. سير الكراكي تبارك الله ولا كيتعطى به المثال، ماشي على الصعيد الوطني، على الصعيد القاري. هو غيمشي غيشارك في بطولة العالم الأندية، هنا خصنا نطيقو في الإطار الوطني ونعطيه فرصة، وديك الساعة من بعد نحاسبوه. هنا السي النصيري وضع الثقة في سير الكراكي، بان ليه بأنه إطار وطني كفء وخلاه يشتغل، وحنا كنشوفو النتائج. ومازال فريق الوداد البيضاوي مقبل على النهاية نتاع كأس العرش، غادي تشوفوا شنو كاين، غادي تشوفوا النتيجه اللي غادي يحقق. لهذا كنهنئوا من جديد فريق الوداد البيضاوي، يستاهل، يستحق، فرح الجمهور ديالو، فرح المكتب المسير ديالو، فرح المحبين ديالو، فرح المغاربه كذلك انه فاز بالبطوله الافريقيه نتاع عصبه الابطال. لهذا كنتمنى ان جميع الانديه المغربيه تقوم بنفس الطريقه نتاع التسيير نتاع فريق الوداد البيضاوي. وبدورنا كنتمناو من المسؤولين تاع هاد المدينه تاع مراكش انهم يلقاو شي حل لفريق كوكب مراكش، لان فريق كوكب مراكش فريق عريق، فريق اللي جاب القاب، فريق اللي نجب لاعبين كبار. راه من العيب والعار ان مدينه مراكش اللي هي مدينه عالميه، ما يكونش فيهاش فريق في القسم الاول، قسم الاحترافي الاول، من العيب والعار. لهذا من الضروري ان الجهات المسؤوله سواء السلطات سواء المنتخبين خصهم يدخلوا ويلقاو الحل ويشجعوا ويدعموا الفريق باش يعاود يصعد من جديد، ونشوفوا فريق كوكب مراكش تاني في المكانه ديالو اللي هي البطوله الاحترافيه. باش نختموا الاخوان هذا الفيديو اللي هو نتاع فريق الوداد البيضاوي، كنهنئوا فريق الوداد البيضاوي، كنهنئوا الجمهور تاع فريق الوداد البيضاوي، كنهنئوا الساكنه نتاع فريق نتاع مدينه الدار البيضاء، وكنتمنوا التوفيق كذلك لفريق الرجاء البيضاوي. وعيدكم مبارك سعيده الاخوان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.